ان احنا نديزاين اور اكسبيرمنت ديزاين اور ستدي. ما ينفعش اقول اصل انا لقيت شويه داتا ونتيجه ان انا بعمل وات ايفر فيا جماعه خلاص ذيس از ماي ستدي وانا عايزه اعملها. اوكي يو كان ديسكرايب يور اكسبيرينس بس ذيس از نوت ا ستدي ان يعني in the way اللي هو تطلع بيها من نتائج محدده that someone can use it بعديك. الهدف ان انا اعمل ا ستدي ان انا اطلع certain day يعني اتب ان الناس بعد كده ممكن تستخدمها في حاجه تانية. ممكن اكون انا ما قدرتش اوصل لحاجه ليه ما بقول لك ده ينفع او ما ينفعش او انا ما قدرتش اوصل لحاجه it's inconclusive فبليز يا جماعه investigate more ممكن تلاقوا حاجه تانية. بس الهدف ان احنا النتائج بتاعتي دي can be used علشان تثري النوليدج بتاعت الناس. طيب انا ليه interested في الستادي ديزاين؟ let's say ان انا مش هعمل ستادي و I'm not into كلام ده خالص و I'm not designing an experiment so why should I know about study design. Even لو انت مش هت design a study انت بتقرا papers سواء انت كنت a clinician a pharmacist a scientist انت you need to read papers for daily activities بتاعتك. ومحتاج طب انا هقرا ليه محتاج اعرف study design؟ لان انا محتاج اعرف ال limitations بتاعت كل study design انا بقراه. يعني انا I have to identify the study design اللي اتعملت بيه البيبر دي واعرف هو يقدر يقول لي ايه ويقدر ما يقدرش يقول لي ايه. لان no study is perfect كل design عنده مشاكله لكن I have حسب السيتويشن بتاعي ان انا اختار الديزاين اللي يلائمني ويقدر يجاوب في على السؤال بتاعي في حدود اللي انا محتاجها. ولازم نبقى عارفين حاجة ان انا لو انا ما عملتش study design كويس من الاول انا مش هقدر اجاوب على الاسئلة بتاعتي. وما نقولش ان انا بعد كده هصلح الكلام ده لما اجي analyze the data لما اجي طيب اوكي لما اجي اكتب البيبر هبقى ازبط الكلام ده. الكلام ده once ان انت عندك study design is not working it cannot be corrected later on لانك هتبني عليه how you are going to collect your data how you are going to analyze your data. انت هتبقى عارف من from the very beginning من اول ما هنبتدي ايه الستادي ديزاين بتاعك وبالتالي الديزاين ده بيقدر يجاوب على question معين. هل هقدر استخدم هجيب منه instance ولا prevalence هل هطلع منه relative risk ولا odds ratio ولا whatever the measure. فانا من الاول خالص انا عارف ايه حتى even وانا بكتب الميثودز بتاعتي انا هعمل ايه هقول الديزاين وهقول انا عايزه اجاوب ايه وهقول الاستاتستيكال ميثودز حتى اللي انا هستخدمها ايه. ف study design is critical سواء you're reading a paper or conducting a research. ولازم لما هنعمل الكلام ده طالما احنا هنقرا ان انا ابقى عارف the level of evidence. احنا اكيد في حد ما اعرفش انتوا لسه حد كلمكم ولا لا على ان level of evidence حتى لو انا بقرا paper لي levels. أعلى حاجة فيهم طبعاً is the systematic reviews. أقل حاجة إن أنا the expert opinion والله ده البروفيسور بتاعي قال لي كذا ده إحنا عندنا هناك كنا بنعالجه بالطريقة الفلانية this is an expert opinion and this is the lowest level of evidence. لكن what we have إن إحنا to take in consideration لما نيجي نعالج حد أو to take a certain action whatever هو ايه او حتى لو انا هبني عليه علشان اعمل a certain study هو ده الهرم بتاع الايفيدنس. اقل حاجة فيهم is a case series و reports ان انا شفت a certain حالة معينة فانا كتبت والله دي case دي is very rare فقررت ان انا to document it لان مفيش اي حد بيتكلم على الموضوع ده غير شوية ناس كده بتحكي الاكسبيرينس بتاعتهم معي. فthese are called case series أو case reports مجرد أنا بوصف الحالة بتاعتي وأنا عالجتها بالطريقة الفلانية أو certain presentation غريب أنا شفته. فthese are برضو still a low level of evidence. عندنا بعد كده ال case control studies و أعلى منهم طبعاً are the cohort studies وبعد كده بنبتدي نتكلم على ال clinical trials سواء كانت randomized clinical trials وفوق خالص بنتكلم على systematic reviews إن أنا هدور على the clinical trials
well designed clinical trials I'm going to pull all the data ديت وهطلع بنتيجه overview نتيجه كل الترايلز ديت. فاحنا هنتكلم على الديفرنت ليفلز اللي انا هشرح لكم هو الكيس كنترول ستاديز الكورت ستاديز والراندمايزد كنترول ترايلز. هيكلموكوا عن كمان الكريتيكال ابريزل ازاي اقيم البيبرز بتاعتي ولو انا هعمل ميتا اناليسز او سيستماتيك ريفيوز تو بول البيبرز دي مع بعض عشان اطلع ب maybe a certain recommendation later on ان شاء الله. بس يعني I think Dr. Iman عبد الرؤوف هي is going to talk to you about systematic reviews and critical appraisal. لو احنا اتكلمنا على ال types of studies بنقسمهم حاجتين لاما I'm observing لاما I'm intervening. لو انا I'm just observing احنا اتكلمنا عنهم اللي it's a natural experience لاما I'm going to describe لاما I'm going to describe and analyze. لو انا I'm just describing ده زي عدد الحالات كام مع المورتاليتي شكلها ايه بيزيد وبيقل امتى I'm just talking about frequencies and certain trends. لكن لو انا عايزه to analyze يبقى انا لازم اقارن بحاجه لو انا هقارن يعني يبقى بقارن two groups مع بعض لاما هقارن مثلا ناس عندهم كانسر بناس مش عندهم ف it's a case control لان انا واخده ناس عاديين لاما بقارن one risk group مثلا ب another risk group انا بشوف a certain risk factor هل هو associated بالجروب دي اكتر ولا ديت ف I'm analyzing the situation ف this is an analytical study. Experimental studies يبقى انا عندي a certain intervention انا هتدخل بيه يبقى ده معناه ان انا عندي experimental group دي اللي هجرب عليها الحاجة بتاعتي وعندي group تانية دي اللي هي مش هعمل لها الانترفنشن وهجرب مثلا الفرق ما بين الجروب دي والجروب دي زي ما هدي مثلا ناس بلاسيبو وناس هديهم دراج زي ما هعمل اويرنس كامبين مثلا في القريه دي ومش هعمل اويرنس كامبين في الناحيه في القريه الثانيه. This is experimental studies. لازم نبقى ناخد بالنا من حاجه لما انا بتكلم على experimental studies بيبقى ده عندي دايما حاجه اسمها random allocation انا محتاجه ان انا to randomize عشان كده بنقول هي randomized trials. يعني ايه randomize؟ انا محتاجه to account for مجموعه factors كتيره وعايزه لحد كبير من المشاكل بتاعتنا في اي study حتى even the observation studies هو البايز. انا ممكن ابقى حاسه مثلا انت مثلا clinician بتاخد you're taking part in an experimental control trial وعندك drug A ودrug B بس انت حاسس ان البيشنت بتاعك ده هيستفيد اكتر من drug A فانت من غير ما تبقى يعني واعي للي انت هتعمله انت ممكن ان انت تقول اوكي خلاص انا I will give البيشنت ده عشان شايف انه هيستفيد اكتر هديله drug A مش هديله drug B. ليه؟ لان انا انسان طيب وشايف ان البيشنت هيستفيد اكتر من drug A وممكن اكون انا على on the contrary اكون انا واحد بزبط مع شركة الادوية it happens ان كان في scandals زي دي ان اوكي انا شايف ان البيشنت دوت حالته is not يعني هو كده النتائج بتاعته مش كويسة فانا هخليه على الدراج التاني عشان ما يسوق ليش نتيجة الدراج ده فعشان to eliminate موضوع البيرسونال بايس سواء نتيجة ان احنا ناس كويسين او ناس وحشين او ان احنا اصلا we're not aware ان احنا we're introducing bias في الترايل بتاعتنا احنا will do a random allocation انا انت ونصيبك انا في different ways of randomization وهنتكلم عنهم لما نيجي نتكلم على clinical trials mainly ان انا ما اعرفش البيشنت بتاعي هيدخل على انهي جروب اللي داخل دلوقتي في طرق كتيره في ناس بتعمل ظروف في ناس بتعمل تيبلز في سوفت ويرز بتراندمايز البيشنتس وفي بلوك راندوم في ديفرنت ويز عشان تحاول تعمل بالانس ما بين الجروبس بتاعتك علشان تو اليمينيت البايز على قد ما تقدر. بالنسبه للobservational زي غالبا احنا بيبقى عندنا other than random allocation يعني في case control اوكي انا عندي cases وعندي controls ف
you're not randomizing ان البيشنت يبقى كي ان السبجكت بتاعك يبقى كيس او كنترول، هو لا ايذر كيس او كنترول. في الكوهورت انا بتشوز يو ديبندنج على الاكسبوجر، فما عنديش اللكشري بتاع ان هو you're randomly assigned لحاجه معينه. لما اجي اتكلم على الستادي ديزاين، انا عندي اللي هم الاوبزرفيشنال وانترفنشنال او اكسبيرمنتال. اوبزرفيشنال هتكلم عنهم اللي هم كروس سكشن ستاديز، الكيس كنترول اند كوهورت ستاديز. وانترفنشن هنتكلم لو احنا بنتكلم على الابي، وير توكينج اباوت فيلد فيلد ترايل ناتورال اكسبيرمنت او كوميونيتي ترايلز، وعندنا راندمايزد ترايلز which is الناس تعرفها اكتر اللي هي الكلينيكال ترايلز العاديه. طيب انا ايه دايما مشاكلي مع الاوبزرفيشنال ريسيرش؟ انا عندي مشكلتي ان في الاوبزرفيشنال ريسيرش انا ام نوت راندمايزنج. طالما ام نوت راندمايزنج في فاكتورز كتيره ممكن تانترفين مع الاوت كم بتاعي. يعني الاسوشيشن ده ممكن اللي انا تخيلت مثلا ان الكول اند لانج كانسر ار كورليتد. ليه؟ لان انا جبت ناس عندهم لونج كانسر وجبت ناس ما عندهمش لونج كانسر، وشفت قد ايه بيشربوا الكحول هنا وقد ايه بيشربوا الكحول هنا، وشفت الناس اللي عندهم لونج كانسر دول كانوا بيشربوا الكحول اكتر، فقلت خلاص ان الكحول از اسوشيتد ويز لونج كانسر. بس اكتشولي احنا بقى عندنا ريسك فاكتورز ثانيه، وريسك فاكتورز ما بيحصلوش ان ايزوليشن، وام نوت كنترولينج فور ذا ريسك فاكتورز. يعني انا مجرد ان انا بجيب ناس انا كل اللي انا كنت كاتباه في الاليجيبيليتي كرايتيريا بتاعتي، والله انا عايزه كيسز اوف لانج كانسر وعايزه كيسز ما عندهمش لانج كانسر، لكن انا ما قلتش يعني I did not control for كل for other risk factors. فاللي حصل ان انا actually alcohol and lung cancer are not correlated ولا اي حاجه، وما فيش a biological way that say ان alcohol can cause a lung cancer. لكن people who drinks tend to smoke actually, which is one of the strong associations اللي قدرنا نوصل لهم، and smoking is associated with lung cancer. لكن الناس اللي بتدخن tend to drink كمان، او people who drink tend to smoke. وبالتالي انا لما اجي عندي طريقتين اتخلص من to account for this confounder لو انا عارفاه، لاما بين انا a match، لان انا لو مش قادره اراندمايز زي في الكلينيكال ترايلز احنا بنكنترول كل حاجه، فممكن تو راندمايز. الحل الثاني انها تو ماتش، وعندنا كذا طريقه فور ماتشنج. يعني لو انا عايزه جايبه مثلا انا انترستد في ا سيرتن كونديشن ليتس سي اتس الوكيميا، وجبت الناس من فروم بيرث تو 18 سنه، فهجيب patient في لما هماتش ان انا هجيب patient by patient. انا جبت patient عنده 3 سنين وميل ومن سوهاج وبابا ومامته بيشتغلوا في الزراعه، يبقى انا اي هاف ان انا اروح واجيب كنترول واحد ما عندوش لوكيميا، عنده 3 سنين من سوهاج ميل وبابا ومامته بيشتغلوا في الزراعه. This is case by case matching عشان احاول ان انا تو اليمينيت الايفكت بتاع الاذر ريسك فاكتورز، عشان اقدر ان انا ادرس ريسك فاكتور واحد. هثبت كل حاجه، مش احنا لما بنيجي نشتغل اي حاجه احنا محتاجين نثبت الحاجات الثانيه علشان اقدر استدي ريسك فاكتور واحد، مش طبعا صعب جدا في اوقات كتير ان انا اعمل كيس باي كيس ماتشنج. فاحيانا بنتغاضى عن الكلام ده بان انا بعمل جروب ماتشنج، بمعنى ان انا هاخد 300 عيان عندهم لوكيميا المين بتاع الايج بتاعهم 5 سنين، مثلا توزيعتهم ما بين الريف والحضر كذا، فاي ويل هاف تو اكاونت لكل الفاكتورز، توزيعه الميل والجندر ديستريبيوشن بتاعهم كذا، فاروح اجيب مجموعه ثانيه ما عندهمش لوكيميا زيهم بالظبط، متوسط اعمارهم زيهم، الجندر ديستريبيوشن بتاعهم زيهم، من نفس الجوفرن ريتس، علشان ان انا احاول ان انا تو اليمينيت الكونفاوندرز دول. هل دي الطريقه الوحيده؟ طب ما انا ستيل ممكن يكون عندي ريسك فاكتورز تانيين انا مش عارفاهم او مش هقدر تو ادجست فور. فانا عندي طريقتين، لا اما ان انا هعمل ماتشنج
لو اقدر زي ما احنا قلنا، لا اما هعمل randomization لا اما I will solve it statistically. هعمل الكلام ده ازاي؟ ان بعمل حاجه اسمها multivariate analysis او multivariate regression. دي ان شاء الله تاخدوها مع محمد صبري، هيكلمكم عن ده جزء statistics how we do it. يعني ان انا I have to adjust for these factors، ان انا برغم كل اللي انا عملته ده ممكن برضو اكون الارقام بتاعتي مش مظبوطه، فاي هاف تو ادجست فور ذيس فاكتورز باستخدام statistical methods. ان شاء الله يعني محمد هيشرح لكم. لكن خلينا نبقى مقتنعين دايما مع بعض ان احنا برغم كل اللي احنا بنعمله احنا we will always have residual confounders، مش هنقدر ان احنا to account for or to adjust for. هنتكلم على اول نوع من الاستاديز معايا. طب انتوا لسه موجودين ولا نمتوا؟ انتوا موجودين معايا؟ اوكي اكيد. هنتكلم على اول تايب اوف ستادي اللي هي الكروس سكشنال ستاديز، which is called also البريفالنس ستادي. هو ايه الكروس سكشنال ستادي؟ حد عنده اي فكره ايه الكروس سكشنال من اسمها؟ بالظبط، هي it's a cross section، هو قطاع عرضي في ال population of interest بتاعي. whatever the population of interest، مش لازم يكون مصر، ممكن يكون a certain disease. هو ده population، كل الناس اللي عندها leukemia، كل الناس اللي عندها leukemia اللي من سن كذا لكذا، كل الناس اللي عندها leukemia اللي موجودين في الحتة الفلانية، أنا اللي بحدد ال population. لكن أنا كل اللي بعمله إن أنا باخد قطاع عرضي فيهم، فit's a cross section. واحد يعني هاخد سناب شوت هصوركم دلوقتي وهعمل ايه؟ هعد على الصوره كام ميل وكام فيميل. This is a cross sectional study. اوكي؟ كام من طب وكام من صيدله وكام. This is a cross sectional study. I'm just taking a snapshot وهشوف ال prevalence of حاجه معينه. كام حد بيدخن؟ This is a... انا كده يبقى انا عرفت ده قطاع عرضي، جبت منه ايه؟ عدد الناس اللي عندهم ال outcome من التوتال. يبقى I'm talking about ايه؟ prevalence. Old and new cases على من الايه population of interest بتاعي. طب ما دي جميلة قوي، it's cheap and easy، سهل ان انا اعملها. هننزل ناس هياخد معاهم whatever، لاما هيعدوا الحالات زي ما عمل جون سنو، عد الحالات اللي في كل شارع، او هنزلهم انا interested في factors كتيرة، هعمل questionnaire ان شاء الله 100 صفحة وهنزل interviewers ياخدوا بيت ينزلوا الشوارع حوالينا ويسألوا الناس الأسئلة دي. This is a cross-sectional study. طب أنا هعمل إيه؟ أنا ما أقدرش أقول دلوقتي، أنا ممكن أطلع مثلاً، أنا هسأل مثلاً عن a certain factor وهسأل على يعني مثلاً ممكن أسأل مثلاً وزن الناس كم، وفي نفس الوقت أسألهم أنتوا بتاكلوا إيه؟ حد أنتوا عندكوا certain factors. ممكن اخد كمان منهم a blood sample واعملها analysis for a certain genetic determinant، وبالتالي انا ممكن اوصل ل a correlation. انا فعلا ممكن من ال blood samples اللي انا خدتها في cross section study دي هشوف ال genetic determinant ده معين، وهلاقي ان الجين الفلاني مع وزن الناس انا هديفاين مين الاوبيز، واعمل correlation ما بين ال genetic determinant ده وما بين وجود ال condition الناس دي اوبيز ولا لا. انا طلعت correlation. طب ليه احنا بنقول this is a limitation؟ لان it does not imply causation. انا ما اعرفش الكلام ده حصل امتى. دايما احنا لما نيجي نتكلم على causation عشان انا اتسبب في حاجه لازم انا اكون حصلت الاول، يعني لازم تكون انت عملت حاجه معينه ف it causes an outcome معين، صح؟ فانا بصور الناس دلوقتي وفي diseases بتاخد وقت طويل جدا علشان incubation period عشان تبان، او الكونديشن ما بتبانش الا بعد سنين. How can I say ان الحاجة دي causes ده؟ أنا ممكن اقول ان it's correlated ليها، it's associated معيها، لكن I can never imply a causation. فان cross-section studies عمرنا ما نقدر نقول ان حاجة معينة caused حاجة تانية. تاني حاجة إن I'm not accounting for confounders. أنا دلوقتي أنا ما بعملش matching، أنا ما بعملش randomization، لكن أنا ممكن to adjust for the confounders دول by statistical methods.
اوكي ليتس دو ذس، بس اتس ستيل مشكله الكونفاوندرز موجوده. يبقى الكروس سكشن ستاديز في هذه الحاله ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى observational، ان انا just observing ان عدد الحالات في المنطقه دي كذا. ممكن تبقى ايه؟ observational and analytical، ان انا ايه I'm going to ان انا اجمع فاكتورز تانية، بمعنى زي ما بين الكف هشوف مثلا عدد الناس اللي بتكح، ماشي اوكي، وفي الوقت نفسه اسالهم عن الهاوس هولد بتاعتهم شكلها ايه، مين فيهم بيدخن. ف it can be observational، انا مجرد بقول اللي انا شفته، او it can be analytical بان انا باخد ايه كمان بسالهم على risk factors في نفس الوقت. بعد كده عندنا الكيس كنترول ستاديز، ودي هنلاقيها كتير لانها اولا خصوصا ان في الحاجات اللي هي اوف رير ديزيزز زي الكانسر، لان احنا عشان نلاقي ا كانسر كيس انا ما اقدرش استنى ا كانسر كيس تو ديفلوب، فوعددهم لو انا خدت اكروس سكشن ستادي انا محتاجه اخد شريحه كبيره جدا من المجتمع علشان الاقي فيو كيسز اوف عندها كانسر، وبعد كده لو انا انترستد في كونديشن سب تايب معين هلاقي ان انا محتاجه عدد اكبر بكتير. وطبعا العدد الاكبر ده انا عندي ليميتيشنز بتاعت فاندنج، عندي ليميتيشنز بتاعت ناس، ما عنديش بيرسونال يعملوا لي الكلام ده، ما عنديش وقت للكلام ده، هيبقى عندي كميه داتا كبيره جدا، ات ويل بي فيري تيديوس، وهتبقى ان افيشنت لان انا محتاجه عدد كبير، خصوصا ان رير كونديشنز او حاجه حصل اوت بريك، مش هستنى الاوت بريك ان هو يحصل. فايه اللي هيحصل؟ ان انا هسامبل الناس اعتمادا على الديزيز ستاتس، انا مش هستنى الكانسر يحصل، انا هاجي عن مستشفى زي ديت بيجيلها حالات الاوريدي ديفلوبد كانسر، وهيبقوا دول الكيسز بتوعي. يبقى انا ويل سامبل على الديزيز ستاتس، وبعد كده هعمل ايه؟ وابتدي بقى انا انترستد في الاكسبوجرز، هم ليه جالهم كانسر، هم كانوا بيعملوا ايه ديفرنتلي عن الناس التانيين. فاي ويل اسك ريتروسبكتيفلي عن الاكسبوجرز نفسها، كنتوا بتعملوا ايه. فاللي انا هعمله ان انا انت عندك الناس دي عندها certain condition، yes هم عندهم a certain condition، ف these are my cases. اوكي طيب الكيسز دول انا interested في ايه، انتوا كنتوا بتعملوا ايه. ف I will retrospectively ask them انتوا كنتوا بتعملوا ايه، هي ايه الاكسبوجرز بتاعت اللي انتوا تعرضتوا لها. طبعا انا مفروض يكون عندي a certain hypothesis، هم ايه الاكسبوجر اللي خلتهم to develop cancer. او if I don't know يبقى I have to screen كل الconditions اللي انا متخيلها. عشان كده احنا بنيجي نعمل questionnaire بيبقى a very big questionnaire، بيبقى يعني بيكفر معظم المناحي الحياة زي ما بيقولوا. ان انا بتكلم من اول وزنك وسنك واتولدت امتى لغايه باباك ومامتك بيشتغلوا ايه، ولو بيشتغلوا في الزراعه كان بيشتغلوا في الزراعه امتى وفي انهي فتره، طب بيستخدموا ويتش بيست سايدز، طيب بتستخدموا ميه، بتستخدموا الميه دي بتجيبوها منين، بتستخدموا فول، بتطبخوا بايه، كل عندكم حتى حيوانات في البيت، عندكوا بقرة، عندكوا قط وكلب في البيت، whatever انت interested في ايه. فعشان كده بنعمل questionnaires بتكفر almost كل الحاجات اللي احنا متخيلين ان these are risk factors ممكن تكون associated مع الديزيز ده. بنجيب الكلام ده either انت او انت بتديزاين this questionnaire، ان انت بتsearch all the literature عشان تطلع بthese risk factors اللي انت فعلا عايز ان انت تسأل عنهم. طيب هي ايه المشكله؟ ان طبعا احنا اتكلمنا من شويه المشكله في الكنترولز، انا هجيب الكنترولز بتاعتي ازاي؟ ما انا لو ما جبتش كنترولز يقدروا تو اكاونت فور كل الفاكتورز الثانيه، يبقى انا مش هقدر اجاوب السؤال. انا سؤالي قائم هو ايه الفرق ما بين الكيسز، بين الناس اللي عندها الاوتكم والناس اللي ما عندهاش، خلتهم مختلفين، خلتهم ده يديفلوب الاوتكم وده did not develop the outcome. ف getting appropriate control is tricky and is very expensive. دايما مشكلتنا لما تيجي initiate a case control study الكيسز، تعالى مستشفى خد كيسز، هجيب كنترولز بتاعتك منين؟
هتلف الجمهورية كلها عشان تجيب كنترولز. احنا هنا عندنا بيجيلنا كيسز من كل الجمهورية. يبقى انت لو هتاخد الناس اللي من كل الجمهورية دول يبقى انت محتاج تلف الجمهورية كلها عشان تجيب كنترولز زيهم من نفس الأماكن. لو معظمهم جايين من الريف يبقى انت لازم تاخد نفس النسبة من الناس دي جاية من الريف. يبقى انت you have getting appropriate control is very tricky. كمان احنا عندنا مشكله تانية is the recall bias. هل يا ترى لو انا هاجي اسال الام اللي ابنها عنده لوكيميا هو انت كنتي بتديله ادويه ايه، هل هي هتفتكر بنفس الطريقه للام اللي ابنها طبيعي؟ الام اللي ابنها طبيعي تحس لا ده كان عادي ما كانش بيحصل حاجه ما فيش مشكله، لكن الام اللي ابنها عنده كانسر ممكن تضخم الامور. ده كان بياخد كذا وكذا وهم اكيد السبب اللي عمل اللي خلى الولد to develop this condition مثلا، او ان هي كانت بتاخد ادويه مثلا وهي حامل وهي she does not want to remember because she does not want to be ان هي السبب في اللي بيحصل، فهي she will tend ان هي مش هتقولك، هي ممكن will recall things differently. احنا لو under a certain condition او in في situation معين هنفتكر الامور بشكل مختلف، في will always have the recall bias. انا بسالهم على حاجات احيانا بسال الام انت كنت الولد عنده 10 سنين ولا حاجه بقولها انت كنت بتاكلي ايه بقى وانت حامل؟ طبعا يعني انا بنتي عندها سنتين ونص وانا مش فاكره كنت باكل ايه وانا حامل، فديفنتلي هي مش هتفتكر هي بتاكل ايه يعني بريسايزلي وهي حامل. ففي احنا بنعتمد ان ريكول ان ذس ريكول بايز از او ان احنا عدم قدرتنا على التذكر دي هتبقى الى احنا بني ادمين فاحنا اولموست زي بعض فمعظمنا مش هنفتكر قوي، ف يعني هيبقى في شويه ان يعني اتس نوت بي فيري بريسايز، لكن يعني it's an estimate of ممكن يكون ايه المشكله. اوكي طبعا ستيل احنا عندنا مشكله الكونفاوندرز وستيل احنا بنحاول ان احنا نعمل ماتشنج وستيل ممكن نعمل statistical methods بس confounders will always be there لان there is always a residual. اوكي وكمان انا بسالهم دلوقتي افتكر risk factors حصلت زمان، انا مش عرفني ان هي الريسك فاكتورز دي فعلا حصلت قبل الديزيز وخصوصا فور كرونيك ديزيزز. في انواع من اللوكيمياز ممكن تاخد سوري انواع من الليمفومز اندولنت ليمفومز ممكن البيشنت ياخد 10 and 20 years عشان يعرف ان عنده فوليكولر ليمفوما وعايش كويس، ممكن يكون بيحس ان بيجيله انفكشنز كويس يعني صحته مش كويسه لكن هو ما عندوش مش حاسس ان في مشكله حتى ما مش حاسس انه عنده ماس لان لسه ما ظهرتش. فهي تاكس فور اندولنت ليمفومز ممكن تاخد اكتر من 10 سنين. طب انا بساله لسه هو انت كنت مثلا اتعرضت للراديشن، انا ما اعرفش الديزيز ظهر امتى، ممكن يقول لي اوكي انا اتعرضت للراديشن عملت كذا سي تي عملت كذا اكس راي بس انا ما اعرفش الليمفوما دي جت امتى، فاي ويل نيفر تيل هل الريسك فاكتور ده حصل الاول ولا الديزيز حصل الاول. هنا بنتكلم يعني it's a يعني simple example for a case control study ان عندي group 1 and group 2 الناس قالها الاثنين كانوا في party وناس قالها سالمونيلا وناس ما قالهاش و لو انا مجرد شفت يعني I'm narrating ان ده اللي حصل ان عدد ال total cases كان كذا وفي ناس حصل لها وناس ما حصل لهاش يبقى انا كده I'm talking observational studies لكن once I divided them into cases ناس عندهم ال condition ناس are ill وفي ناس تانيين are not كده بقى عندي cases وبقى عندي controls. هبتدي اسألهم انتوا كلتوا ايه؟ انتوا كلتوا من انهي اطباق؟ وهشوف مين اللي كل من انهي اطباق كان اكتر كانوا اكتر في الجروب ده عن الجروب التاني. و once ان انا عملت الكلام ده يبقى انا I'm taking a certain risk factor which is مثلا a certain dish في البورتي دي وابتديت اقول ان الناس اللي كلت ده جال بقوا عيوا عدد الناس كانوا اكتر في المجموعه اللي عيت كان 4.5 fools مثلا more likely ان هم خد كلوا a certain dish then انا دلوقتي انا بتكلم ان انا I'm trying ان انا اربط المرض ب certain factor او ب certain exposure. ده a simple example for a case control study. في study زمان اتعملت سنة 82 كان بيتكلم قبل ما الناس to identify ال retrovirus of HIV كانت بتقول ان
it was a case, an early case control study, وخدوا مجموعة cases و controls وكانوا بي ولقوا ان في positive association ما بين ال poppers او amyl nitrites. الناس كانت بتستخدمها كده for recreation. They called it poppers لما بيجي يفتحوا الأمبول بت pop, ف that's why they called it poppers, ما بينها وما بين ال AIDS. وما كانش حد فتخيل ان there's an association ما بينهم, وفي ناس قالت ان هي دي السبب ان it causes AIDS, لان ما حدش كان, هي اللي بتعمل immunosuppression, ده ما حدش كان لسه, they did not identify the virus في الوقت ده. لكن actually اللي اتلقى later on سنين بعد كده they identified the virus, واكتشفوا ان لما دخلنا ال confounders we account for the sexual behavior of these people, اكتشفنا ان it's نتيجة a sexual behavior. We know ان ال HIV is بيتنقل by sexual relations, ولقينا ان poppers was just an a confounder, زيها بالضبط زي drinking مع associated with smoking, just a confounder اللي هو ممكن ينتج ان يتنشر paper سنة 82 تقول ان poppers are associated with AIDS. دول اللي هما ال case control studies, وهنلاقي ان هما they are cheaper to do, وما بين ما عنديش غيرهم في ال في ال rare diseases. وللأسف أنا ما أقدرش من الكلام اللي إحنا قلناه, أنا جبت شوية cases وجبت شوية controls, أنا لا هقدر أحسب prevalence ولا هقدر أحسب incidence. أنا كل اللي أقدر أقوله لكم في الآخر, والله حتى ما أقدرش أحسب risk, أنا كل اللي أقدر أحسبه حاجة is called odds ratio, إن أنا بقول إن احتمالات إن أنت تصاب بكذا إن نتيجة استخدامك للحاجة الفلانية is كذا, أعلى من الناس اللي ما بيستخدموهاش. ما اقدرش اطلع باي حاجه اكتر من the odds ratio, مجرد ان انت you are at higher الاودز بتاعتك ان انت develop lung cancer لو انت بتسموك is اعلى من الناس التانيين بكذا فولد. لكن لا هقدر احسب instance ولا هقدر احسب prevalence. طيب انا هقدر احسب امتى اقدر احسب instance؟ من حاجه اسمها cohort studies. cohort studies حد يقول لي what's a cohort study؟ واحنا ما بنعرضش حد, it's an observation study, so we're not exposing people لأي حاجة. هما they're being exposed لوحدهم. هو الفكرة في ال cohort studies ان انا هنا بنقي الناس اعتمادا مش على ال condition, انا بنقي ناس اعتمادا على exposure. فلو انا interested in smoking يبقى انا بجيب ناس who smokes وناس who does not smoke. لكن في الكيس كنترول ستادي انا بجيب ناس عندهم lung cancer وناس ما عندهمش lung cancer. فانا هنا I'm starting from ال exposure, هناك I'm starting from ال outcome, وده اللي يفرق لي الكيس كنترول ستادي عن ال cohort study. لان في ناس كتير بتتخيل ان ال cohort study is just a prospective study, يعني انا هجيب شوية ناس وهستنى و I will follow them وهما they will develop the outcome and that's it, وخلاص هي كده ما تفهمش غير it's a prospective cohort study. لكن actually ال cohort study can be prospective study وممكن تبقى a retrospective cohort study. okay, اللي يفرقها, طب ما retrospective, طب انا عندي a case control. لا, case control I'm starting from the outcome, from the very beginning I'm selecting مجموعة دي عندها lung cancer, المجموعة دي ما عندهاش lung cancer. لكن في الكوهرت انا بسلكت مجموعه, ستيل ام بختار ناس are smoking وناس are not smoking, واي ويل فولو, لو هي ا بروسبكتيف كوهرت اي ويل فولو ذم اوفر تايم, وهعمل ايه, هستنى قد ايه من الناس دي ويل ديفلوب لانج كانسر وقد ايه من الناس دي ويل ديفلوب لانج كانسر. فطبعا لو اتس ا رير كونديشن, حاجه بتحصل قليل جدا, ده معناه ان انا محتاجه اجيب مجموعه كبيره جدا جدا من الناس, why will follow them over وقت طويل جدا لو الحاجه دي بتاخد كمان وقت عبال ما تظهر, واستنى لما يديفلوب الكونديشن طبعا, which is very expensive, وشويه وانا I will lose contact مع الناس دي ويحصل attrition للسامبل اللي انا واخداها, ومش هقدر, وفي الاخر عدد الكيسز اللي will be developed اللي will يعني الناس اللي هتديفلوب الكونديشن عددهم قليل, وبالتالي انا حتى مش ممكن ما اقدرش اقارن ما بين التو جروبس علشان
حاجه تطلع significant او that makes sense يعني. يبقى في prospective cohort انا بميجر الريسك فاكتورز. اوكي بقدر احسب الانسيدنس ريت في الريتروسبكتيف، لان انا يعني احنا لما نيجي نتكلم على الريتروسبكتيف هتلاقي ان هو نفس الكونسبت، لكن انا عندي استورد داتا. اوكي يعني هنشرحها يعني ان مينيت ان شاء الله. انا في البروسبكتيف كوهورت انا بميجر ريسك فاكتورز على ناس ديزيز فري، يبقى انا ات بيز لاين ما ينفعش يبقى في اي ناس من اللي هم whether they smoke or they don't smoke، ما ينفعش ولا واحد فيهم يكون عنده لانج كانسر خالص. يعني انا لو لقيت في ناس كده عندهم لانج كانسر دول هخرجهم من الاستدي بتاعتي ده ات بيز لاين. اوكي وهفولو ذم اوفر تايم وهكالكوليت ريسك، هكالكوليت او هكالكوليت ريتس اوف ديفلوبينج الديزيز قد ايه من دول ديفلوبد الديزيز ده في العشر سنين مثلا. اوكي فانا دلوقتي بتكلم على انستنس عدد النيو كيسز ان ا سيرتن بيريد اوف تايم صح، ده في اللي هي البروسبكتيف كوهورت العاديه. طب انا ايه مشكلتي، ايه الادفانتج بتاعتها؟ احنا كنا بنتكلم ان المشكله في الكيس كنترول ستاديز ايه غير ان انا صعب الاقي كنترول وريكول بايز. عندي كمان مشكله ان احنا قلنا ان انا مش هعرف الترتيب الزمني للحاجات، لان انا ما اعرفش ممكن الحاجه دي ديفلوب في وقت طويل، فمايبي الريسك فاكتور ده كان قبل الكونديشن. احنا حلينا المشكله هنا، احنا جبنا الناس اعتمادا على الريسك على الاكسبوجر على الريسك فاكتور مش على الكونديشن، فانا متاكده ان الكونديشن لسه ما حصلتش، فانا حليت هذه المشكله ان الاكسبوجرز ار ميجرد براير تو اوتكم صح، فدي ادفانتج كويسه جدا. في الوقت نفسه انا ممكن استدي مالتيبل اوتكمز. طب انا لو انا مثلا بس عايزه استدي ديفرنت كايند اوف كانسرز مثلا، عايزه كذا نوع من بلاش كانسر because it's a rare condition صعبة في كوهورت. They say it's a cardiovascular disease. أنا interested في إن اللايف ستايل هيأدي إلى cardiovascular disease. في a number of cardiovascular diseases. لو أنا هنقي من الأول مثلا أنا بتكلم let's say on hypertension بس في case control study يبقى هجيب ناس عندهم hypertension ناس ما عندهمش hypertension. لكن أنا ممكن لو أنا اعتمادا على اللايف ستايل لا أنا هجيب ناس وهشوف بقى في ناس will develop في ناس هيحصل لها مثلا هارت اتاكس، في ناس هيحصل لها هايبرتنشن، في ناس انا انترستد كمان اشوف نتيجه اللايف ستايل ده في ناس هيجي لها دايابيتس، في ناس هيجي لها وات ايفر الكونديشن اللي انا انترستد فيه. فانا هنا كان ستدي مالتيبل اوتكمز، انا كده كده الكوهورت عندي وانا بفولو الناس ديت، طب ما اشوف الناس دي ويل ديفلوب ايه، فاي كان ستدي مالتيبل اوتكمز. اوكي في حين ان الكيس كنترول ستدي انا كنت بعمل ايه، انا عندي اوتكم واحد لكن اي كان ستدي مالتيبل اكسبوجرز او ريسك فاكتورز. طب انا مشاكلي، طب ما الكوهورت جميل انا بقدر ان انا اعرف مين حصل قبل مين وهطلع ده، انا هنشر واحده عن الديابيتس وهنشر واحده عن الكارديوفاسكولار ديزيزز وهنشر واحده عن الكانسر، ما احنا قاعدين ومعانا الكوهورت وممكن نقعد بالعشر عشرين سنه وبنطلع بيبرز طول ما احنا قاعدين. طب دي ستادي ظريفه جدا، مشكلتها ان اتس تايم اند ماني كونسيومينج، طبعا ستيل عندنا كونفاوندرز وعندنا لوست تو فولو اب. ما انا ممكن اجي اكلم اقول للبيشنت ده لو هو مثلا السبجكت ده لو هو انا عارف انه بيتردد على مثلا مستشفى معينه ما يجيش، لو انا معايا تليفونه غير تليفونه ما بيردش ممكن ياخد بعضه ويروح محافظه تانية او يسيب مصر ويمشي او مش عايز يرد علينا، هو حر. فعندك ليميتيشن ان انت ممكن بيحصلك لوست تو فولو اب، وبالتالي السامبل بتاعتك اللي انت كنت بادي ب 1000 عيان فجاه تلاقيهم في الاخر 200 عيان وبعد كده ما عندكش نتائج ونتائجك ما لهاش اي معنى لان السامبل حصل لها اتريشن اوفر تايم. الناس دي ممكن تبقى ديفلوبد الاوتكم بس انت ما تعرفش او ديد نوت، فانت برده ستيل ما تعرفش. فعندنا المشكله ان اتس تايم اند ماني كونسيومينج اند يو كان يو كان لوز بيبل اوفر تايم. دي واحدة من ال prospective cohort studies المشهورة جدا اللي هي Framingham Heart Study. دي it enrolled 5209 resident of Framingham كانوا ما بين 28 ل 62 سنة وابتدت في 48 ولسه شغالة لغاية النهاردة. كانوا بيعملوا ايه؟ زي
خدوا كان interested في الهيلث اند لايف ستايل فاكتورز زي البلد بريشر الويت بت اكسرسايز ولا لا وكانوا بيجمعوا number of factors وthey followed الناس دي for decades لغاية النهاردة بيfollow up طبعا في ناس كتيرة منهم ماتت لكن هم they followed up مع الكيدز and grand kids بتاع original cohort اللي ابتدوا بي فis one of the very famous cohorts في التاريخ يعني ده بي ال diagram بيورينا قدام بعض كده هي ال case control study and the cohort study الcase control الcohort study أنا عندي ابتديت بناس لما exposed وناس مش exposed why we followed them over time وهحسب هنا instance قد ايه من هنا developed the outcome اللي هم عليهم x وقد ايه من ال من not non exposed developed the outcome في الcase control study أنا ابتديت النهاردة فكان عندي ناس diseased وناس non diseased why went back in time why compared the prior exposure الصفر دول هو الاصفر ده هو الاكسبوجر فلقيت لا ده الناس اللي هم كانوا ديزيز وير اكسبوزد لكومباوند اكس ده اكتر من المجموعه اللي هي non diseased اوكي فذيس از البروسبكتيف كوهورت فيرسز الكيس كنترول طب ايه بقى موضوع ان انا ممكن اعمل كوهورت ستدي ريتروسبكتيف ديت هو of the conceptually هما زي بعض ان انا مشكلتي في الكوهرت ان انا ببتدي في ايه من الكوهرت من الاكسبوجر لكن الكوهرت بتاعي is assembled بعد ما الاوتكم حصل طب انا يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده وبيقول ان انا بعتمد على stored data طب ممكن لو خدنا example ممكن نفهم الكلام ده معناه ايه دي واحد دي paper اتنشرت في 2012 في PMJ هي بتتكلم عن mortality informal Olympic athletes a retrospective cohort study هم عملوا ايه كان في اللي هي sport reference database كل الناس اللي في الاولمبيكس اي athlete شارك بيجمع عنه data معينه وبتتحط in a database اوكي كان عندهم 9889 athlete موجود في الداتابيس ديت دي عندي دي ايه stored data عن الناس ديت كده كده انا بجمعها روتينلي for whatever the purpose اللي هم كانوا مجمعين الداتا دي for كانت الداتا دي عن الناس اللي شاركوا في الاولمبياد ما بين 1896 و 1910 لكن دي منشوره سنه كام 2012 اوكي طيب انا دلوقتي عندي اسماء الناس ديت وشاركوا في انهي العاب وموجوده في الداتابيس ديت فالاكسبوجر بتاعي هنا ايه لو انا هشتغل على الناس دي ان هم athletes شاركوا في الاولمبيكس كانوا بيلعبوا رياضه ما اوكي كده ده الاكسبوجر بتاعي انا انترست في الايه هو ده الاكسبوجر بتاعي طيب انا النهارده انا عايزه اشوف وده من سنه 1869 الناس اللي اتولدت ما بين 1869 و1936 فاحنا متخيلين ان هم غالبا ماتوا يعني اتولدوا 1869 فاحنا النهارده في 2012 اوكي الداتا بتاعتهم ستورد فانا ما اعرفش عنهم غير ان دول شاركوا في الاولمبياد وشاركوا في لعبه ما طيب انا دلوقتي interested هل اللي شاركوا في let's say ان الquestion بتاعي هنا كان هل المورتاليتي rates among different sports مختلفه ولا لا يبقى انا الاوتكم بتاعي ايه مورتاليتي انا interested في المورتاليتي صح طيب هل انا هفولو حد over time لا اللي بيموت ليه شهاده وفاه فانا رحت جبت ايه شهادات الوفاه وحسبوا المورتاليتي rate في كل سبورت لوحده انا جبت اسماء الناس دي منين من الستورد داتا بتاعت الداتابيس بتاعت الاولمبيكس اوكي هل دي تنفع تبقى كيس كنترول ستدي ازاي مين الكيسز ومين الكنترولز مفيش كنترولز صح طيب لو انا قلت لكم ان انا هجمع الناس النهارده وقفت النهارده مجمع وهقول ان انا هعمل داتابيس كل ما حد هيشارك في الاولمبياد انا هحط اسمه في الداتابيس دي وهستنى مين فيهم يموت بقت ايه
بقت prospective cohort study صح؟ لان انا النهارده جمعت اسماء الناس اعتمادا على الاكسبوجر. الاكسبوجر هنا عشان كده الاكسبوجر مش لازم يبقى كومباوند، ممكن يبقى whatever الريسك فاكتور اللي انا هقرره. الاكسبوجر هنا كانت مشاركتي في الاولمبياد في لعبه ما whatever اللعبه دي اوكي، وجمعت اسماء الناس دي كلها ما عملتش حاجه، اسمهم واللعبه بتاع السبور اللي هم كانوا بيلعبوها. واي فولد زي مستنيت بقى 50 60 سنه وذن شفت ممكن اكون انا مت خلاص مش مشكله، وفي ناس شافت الكلام ديت وطلعت ايه وحسب المورتاليتي ريت في الديفرنت جروبس. بقت كده لو عملتها من النهارده بقت بروسبكتيف كورت. لا انا والله ما عنديش هذا الوقت وما عنديش هذا المجهود، لا انا عندي اوريدي داتا موجوده في الداتابيس، انا عندي اسماء الناس اللي من 1800 مش عارفه وكام لغايه 1900 وحاجه اوكي، والناس دي ماتت وانا هاخد الناس ديت اللي هم اكسبوزد لحاجه معينه والاوتكم هم دي ديفلوبد الاوتكم، وانا ما اعرفش انا ما كنتش بفولو ذم اب. هروح اجيب الشهادات الوفاه بتاعتهم واحسب لهم مورتاليتي ريت. انا هنا ام توكينج اباوت ريت لان هو ايه الانستنس حاجه هتحصل ان سبيسيفايد بيريد اوف تايم صح. فانا هحسب المورتاليتي امونج الديفرنت جروبس، يبقى انا هقدر احسب ريت اوكي وقارنتهم ببعض. فده بقى اسمه ايه اريترو سبكتيف كوهورت. ليه كوهورت؟ لان ام ستارتنج فروم اكسبوجر. هو ليه ريتروسبكتيف؟ لان اتس قديم، اتس ام لوكينج باك صح. طب هو ايه مشكلته الى جانب المشاكل الطبيعيه اللي هي بتحصل؟ انا طبعا هنا ما عنديش اتريشن لان اوريدي الداتا الناس موجودين، فهم اكيد مش خلاص يعني الناس انا هبتدي من النهارده وام نوت جوينج تو فولو اب للمستقبل. لا انا ما حصليش هنا اتريشن، ام نوت فولوينج اب اوفر تايم. لكن انا عندي مشكله كبيره جدا هي داتا كواليتي may be limited. افرض الناس اللي بتموت دي ما بيتسجل لهمش شهادات وفاه، طيب انا معنيه ان انا ما عنديش كواليتي. ممكن الموضوع يبقى مش جاست شهاده وفاه، ممكن يبقى انا ام انترستد في حاجه معينه ممكن تبقاش دوكيومنتد ان ذا واي اللي انا عايزاه بيها، فما اقدرش اوصل للحاجه. فالديتا كواليتي احيانا بتبقى may be limited. واحنا ممكن نقول ايه التفاهه دي، ايه مورتاليتي انفورمر اولمبيك اثليتس ا ريتروسبكتيف كور ستدي. اكتشوالي دي منشوره في البي ام جي، ف سام تايمز ان ايديا از نيفر ذات يعني مهما كانت سمبل ممكن ده مش معناه ان اتس نوت ورث ببلشينج يعني، واتس مش ببلش في حاجه مغموره، اتس ببلش ان ذا بي ام جي يعني. اوكي طيب مش هتكلم على دي، هتكلم على كلينيكال ترايلز المره الجايه. طب احنا عندنا حاجه يعني بتلخبط شويه، هي حاجه اسمها نستد كيس كنترول ستدي. هو يعني ايه نستد؟ نستد يبقى هي جوه حاجه تانية، اتس نستد جوه حاجه تانية، موجوده جوه حاجه تانية. هي الكيس كنترول ممكن تبقى موجوده جوه ايه يعني؟ ممكن احنا عندنا انواع ستدي تانية ممكن نحط ايه جواها، يعني نعمل جواها كده كيس كنترول. احنا اتكلمناش غير على cross sectional study واتكلمنا على cohort study صح، ودلوقتي واتكلم cross sectional والcohort والcase control. فانا I'm saying ان I'm going to nest a case control جوه a kind of study. يبقى I will nest it جوه ايه؟ I will nest it in a cohort study. يعني انا معناه ان انا عندي a cohort study شغالة وقررت ان انا اعمل جواها case control. طب انت ليه بتعمل كده؟ هبقول ان a case control study هي ايه nested اصلا case control study. It's a case control study in which cases and controls are drawn from within a prospective cohort study. طيب cases who develop the outcome during a follow-up are compared with matched controls selected from those in the cohort who did not develop the outcome. يعني ايه الكلام؟ حد فاهم حاجة من الكلام ده؟ هو مش مفهوم. هو احنا لو خدنا ان اكزامبل ده ممكن يساعدنا ان احنا نفهم الكلام اللي شكله مش لطيف ده. دي بيبر اتنشرت في فيرولوجي جورنال في 2010، كان التايتل بتاعها Antenatal HIV 1 RNA load and timing of mother to child transmission a nested case control study in a resource poor setting. هم عملوا ايه؟ جابوا 177 pregnant women in Zimbabwe كان عندهم HIV، كلهم HIV positive
اوكي at enrollment. يبقى انا الاكسبوجر بتاعي كان ايه؟ ال HIV. ماشي. وكلهم كانوا pregnant. والفولو اب بيريد بتاعتي كانت مجرد من طول ما هم pregnant لغايه 6 weeks after birth. الفولو اب بيريد بتاعتهم كانت قصيره اللي هي during pregnancy و6 اسابيع بعد الولاده. طيب وبعد كده قررت ان انا هاخد كل الناس دي في لما انرولد على الاستادي بتاعتي. انا خدت منهم بلاد سامبل. بلاد سامبل دي بقى كريو بريزرفد وشلتها، ما عملتش بيها حاجه، انا خدت بس بلاد سامبل كده. اي واحده من 177 بريجننت وومن دول وومن، اي وومن منهم خدتها، خدت منها بلاد سامبل. واي ديد نوت انالايز اي حاجه، انا خدتها في تيوب وشلتها، اوكي ما عملتش بيها حاجه. واي فولد الناس دي لمده طول فتره الحمل وست اسابيع بعد الولاده. وبعد كده جبت الاطفال، شفت الامهات اللي هي نقلت الاتش اي في لاولادها، دول بقى الكيسز اللي هو الام اللي نقلت الاتش اي في لطفلها، والكنترولز هي الام اللي لم تنقل الاتش اي في لاولادها. طيب كم واحده نقلتهم؟ اكتشفت ان في 29 ام من ال 177 نقلت الاتش اي في لابنها، فدي بقت كيس. خلاص كده في مشكله في كده. الكنترول انا اخترت 29 تانيين من البقيه، يبقى ال 29 ناقص ال 177 بقى ناقص عندي كام؟ شيل 30 يعني حوالي 146، يعني فضل عندي 146 ام لم تنقل الاتش اي في لابنها. في مشكله كده؟ كل دول، طب انا ما خدتش الكنترولز، ما خدتش كل دول كنترولز، نقيت منهم 29 راندوملي من الناس اللي ما نقلتش، وقلت دول هيبقوا الكنترولز بتوعي في النستد كيس كنترول ستادي بتاعتي. يعني انا كان عندي كوهرت، الكوهرت ده عباره عن ايه؟ امهات عندهم اتش اي في، اي فولد ذيم اب خلال البريجنسي وبعدها بست اسابيع، وانيشيالي خدت منهم بلاد سامبل حطيتها في الثلاجه. خلاص؟ وانا في الفولو اب ده في ناس ديفلوبد الاوتكم ان هم نقلوا الاتش اي في للاطفال، وفي ناس ديد نوت ديفلوب الاوتكم ان هم ما نقلوش الاتش اي في للاطفال. خدت من اللي ما نقلوش ال 146 خدت منهم بس 29 واحد، وكان اصلا في 29 واحد ام نقلتهم، فبقى عندي 29 دلوقتي كيسز، ونقيت انا 29 كنترول، وقررت ان انا هعمل عليهم البايو ماركر اللي انا اكتشفته اللي هو غالي قوي اللي انا ما قدرتش اعمله لكل الناس. كان ممكن اعمله لكل الناس وهيبقى كوهرت ستادي عاديه، صح؟ بس انا اي دونت هاف ذس لكشري ان اي دونت هاف ذا فاندنج، ويتش از اولويز ذا كيس. لما انت بتيجي تحسب السامبل بتاعتك دايما بيبقى حاطط في 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 حسابك، اوكي حلو قوي لو انا هعمل لاب تيست، مش لاب تيست دي عليه تكلفه، التكلفه دي لو عاليه قوي يبقى انت والبوت ليميتيشن على السامبل بتاعتك. فده معظم الوقت ليه الناس بتعمل كيس كنترول ستادي، لان انا عندي بايو ماركر بس انا التكلفه بتاعته عاليه قوي، فانا هستنى لما الناس تديفلوب الاوتكم، لان اتس ماشي اتس ا كوهورت، وهعمل جواها كيس نستد كيس كنترول، هنقي شويه شوف الكيسز قد ايه واخد قدهم كنترولز، ودول بس اللي اعمل عليهم اللاب تيست بتاعي. اوكي ف اتس افيشنت فور اكسبنسيف ميجرمنتس زي بلاد ماركر او جين اساي. و طب ما انت بتقولي انا مش عارفه مين قبل مين، لا خلي بالك انا خدت البلاد سامبل امتى؟ انا هنا بشوف الار ان اي لود، انا خدت البلاد سامبل قبل ما اعرف اي حاجه، فانا ام نوت بايست ات اول، لان انا خدت براير للديفلوبمنت وعارفه التسلسل الزمني، لان عارفه ان الامهات دي ما نقلتش حاجه، الاطفال لسه ما اتولدوش. ف انا عارفه ان اي كولكتد السامبل في البدايه قبل في بدايه الاستدي، بس اي ديد نوت انالايز ات، انا شلت كل ال 177 سامبل اللي انا نقلتهم، بس انا هعمل التست على ال 29 كيس وعلى ال 29 كنترول. الليميتيشنز بتاعتها زي اي كوهورت ستدي، ان انا ممكن ما اعرفش افولو اب البيشنتس دول، ممكن الامهات دول ما اقدرش افولو اب ال 177 ام دول للاخر، ممكن يبقى عندي كونفاوندرز تانيين، فستيل عندها نفس الليميتيشنز بتاعه الكيس كنترول بتاعه الكوهورت ستدي، ولكن انا قدرت احل مشكله ايه؟ حاجه واحده بس، الفلوس اللي هي قد تبدو مش مهمه، لكن اكشوالي ات اول وات ماترز وانت مثلا بتكتب جرانت او سيكينج فاندنج. يعني نعم يا فندم 5 minutes.
احنا بعد ما احنا كده خدنا المين types of study designs اللي هي بس observational. احنا هنتكلم على experimental يعني منفصلين اللي هم الكلينيكال ترايلز والكويزي كلينيكال ترايلز. احنا خدنا النهارده الكروس سكشنال, الكيس كنترول والكوهورت سواء كانت بروسبكتيف او ريتروسبكتيف, وخدنا النستد كيس كنترول. احنا محتاجين نعرف لو انا بقرا بيبر او انا بعمل ستدي انا how to decide which study design adapted او انا عايزه ايفالويت هو عمل ايه. فهسال نفسي هو الريسيرشر ابتدى من اكسبوجر ولا لا. لو did the researcher assign exposure, هو اللي عمل an intervention, هو اللي قرر يدي drug A ولا B, هو اللي عرض الناس لحاجة معينة. فلو ده الكيس يبقى أنا فين رحت ناحية مين الناس اللي ما كلمناش عنه, the experimental, I'm intervening, I'm exposing people, أنا بتدخل بنفسي. يبقى أنا هنا بتكلم على ال experimental study designs. ممكن يبقى فيها random allocation, ما يبقاش فيها random allocation, ده اللي هنتكلم عنه المرة الجاي. لكن لو أنا ما عملتش اي intervention, انا did not expose the people to drugs, انا ethically كمان ما اقدرش اعرضهم to certain compound انا عارفه انه ممكن يعمل لهم مشكله I'm just observing. يبقى انا رحت ناحيه الobservation studies. لو انا عندي لو انا ما عنديش comparison groups, انا عندي انا بس بشوف وبعد زي ما بعمل في cross sectional مثلا there's no comparison groups, يبقى انا بتكلم على descriptive studies. طب if I'm analyzing يعني عندي وعندي comparison groups يبقى بتكلم على analytical studies. analytical studies في حاجة انا I'm looking back, لاما انا I'm looking forward أو I'm looking backward, وهل انا ببتدي من الexposure ولا انا ببتدي من الاوتكم. كل ده بيحدد لي ان كنت لو انا ببتدي من اكسبوجر يبقى ام توكينج اباوت كوهورت ستاديز, لو انا ببتدي من الاوتكم يبقى انا بتكلم على كيس كنترول ستدي. لو انا ببتدي ستيل لو انا ببتدي من الاوتكم ستيل انا ممكن تكون ايه انا انترستد ان انا اعد سيرتن كونديشن يبقى ميبي كروس سكشن ستدي. كروس سكشن ستدي بقدر احسب منها ابريفالنس, الكيس كنترول ستدي ما بقدرش احسب منها لا incidence ولا prevalence, بنحسب منها حاجات تانية odds ratio وحاجات تانية. والcohort study هي اللي ممكن أحسب منها إيه الincidence أو الrisk. بس آخر حاجة أخيرة لازم نفتكرها دايما, هنلاقي دايما في papers ما حدش بيقولك إن كذا causes كذا, ما حدش بيقول smoking causes lung cancer برغم إن it's a very strong well established association, لكن it's an association between a risk factor and a disease that not necessarily indicate a causal relation. مش معنى ان I'm associated with something and it causes it. يعني بيقول everybody who went to the moon has eaten chicken. ده مش معناه ان whenever you eat chicken you will go to the moon. This is a causal relation. If this is the case, يبقى this is a causal relation. ان كل مرة انا بعمل الحاجة ال outcome بيحصل. كل مرة هاكل chicken I will go to the moon. لا, هي صدفة ان الناس اللي راحوا القمر كانوا بياكلوا فراخ. يعني it does not mean anything. ممكن تعمل study وتلاقي ان it's associated مع الناس اللي بتروح القمر اكتر, بس it does not mean ان انت when you eat chicken you'll go to the moon خالص. ده برضو ان بنستخدم ايه ما في حاجة اسمها conditions for causality, اقولها in 5 minutes in 2 minutes عشان احمد عشان لازم اخلص. في حاجة إن whenever it rains we use umbrellas. ده مش معناه إن in a sunny day you can use an umbrella وبالتالي it will rain. لا, it's just associated with raining, it's not the cause of raining. لو حسبت correlation أو association هيطلع it's associated with raining, لكن it's not the cause of raining. Okay. في حاجة اسمها Bradford Hills Criteria for Causation, لازم تتوفر في الحاجة عشان أقول إنها الكاز بتاعت حاجة تانية. أولا لازم طبعا لازم تبقى فعلا في Strength of Association. لو بحسب Association عادية لازم يبقى العلاقة ما بينهم قوية, دي أول حاجة, ده طبيعي. ثانيا Consistency of Finding, يعني لو أنا عملت الـ Experiment دي وانت عملتها وفي بلد تانية عملوها في كل مكان اتعملت بنطلع كلنا بنطلع نفس النتائج, فit has to be consistent. ثاني حاجة ان انت تقدر تحكم على temporal relation. يعني ايه temporal relation؟ التسلسل الزمني. انا لما عملت الحاجة دي في الاول حاجة التانية دي حصلت,
لو انا ما قدرتش اقول ان دي لما عملتها الحاجه دي حصلت وفي كل مره بعملها الحاجه دي بتحصل. يعني smoking is associated with lung cancer, بس مش كل اللي بيدخنوا عندهم lung cancer. يبقى we cannot say ان smoking causes lung cancer, لان if it's a causal relation كل اللي بيدخنوا has to develop lung cancer. ولما هشيل الحاجه الاكسبوجر ده يبقى كل الناس مش هيحصل لهم lung cancer, صح؟ ثانيا انا ممكن, ولازم يبقى في dose response relationship. كل ما الدوز هتعلى كل ما الاوت, يعني كل ما نسبه التدخين مثلا تعلى لازم يبقى الاوتكم يحصل, يعني ما بين الدوز بتاعه الاكسبوجر وما بين الاوتكم لازم يكون في دوز ريسبونس ريليشن شيب, ولازم تبقى بايولوجيكالي كده ات ميك سنس. يعني there is an association ما بين drinking and lung cancers, وفي ناس طلعت بيبرز عن الكلام ده, بس biologically what's the mechanism, يعني it was, يعني it does not make sense.